قصدت باب الرجاء صباح الفل يا عم سيد. بقول لك يا باشمهندس، ما تاخد ده، مش عارف في حد نسيه هنا. صلاح الطيب، تخيلت بالاسم ده قبل كده؟ عامة ما بحبش الشعر. هنا القاهرة. الله يسهل لك يابا. ولا أو ألم ما عنديش والله. ازاي يا سيدنا وخرب لك
ورقة وقلم. انت صلاح؟ انت صلاح الطيب؟ ورقة وقلم. جميلة يلا عشان مستعجلين. ورقة مش معايا ورقة. أنا أسف. ده صلاح الطيب. ما أنا عارف مش ناقصين بلاوي. من أقوى وأشهر شاعر في جيله لمتسول نجم مؤلف. وبعدين خلينا في موضوعنا، هنحاول الرواية بتاعتك لفيلم ناخدها ونغير الأسماء. احنا ولاد التراب والسراب ولحس عرق الرحلة والحلم ويا الضباب. حلو فشخ. عارف النوبة المثقفة والفنانين عموما عندهم مشكلة ان هم عايشين في ابراج عالية. صح. ومش حاسين بباقي الناس. صح جدا. ويمكن بقى اللي بيميز جيلنا ان احنا جيل اتولد من رحم الطبقة اللي فشخها الزمن. بالظبط. بس تعرفي رغم ان جيلنا اتبهدل وشاف ايام سودة انا واثق. ايه يا عم انت؟ اوف، هما مش هيلموا بقى الخرا ده من الشوارع؟ حاجة بقت تقرب. الفكرة بقى ان احنا كمان لازم يكون لينا دور. لازم يكون لينا دور مع كل الناس اللي فشخها. انا لزقت شال 50 مرة من فوق 50 نوتة وكشكول واتساب في الهوا عريان برا، فنشف ما بقاش يلزق على طول. هو انت الطول؟ قال لي الدرويش. مش عايز أطول، أنا عايز أعيش. أنت اللي فهمت الزهد بلاء، إزاي هزهد في حاجات معيش؟ يا حمار دي فضيلة الاستغناء، وأنا كنت استغنيت بمزاجي. أنا اسمي إست، ما استغنيتش. إيه الزهد في إن ما أجي أشتري؟ ما بجيبش عشان ما لقيتش. في فرق ما بين صبر العاجز علشان ما بقاش حاجة في ايده، وبين واحد اصلا مش عايز غير زي ما بس يعوز سيده. صدقني انا زاهد بالصدفة او من غير قصد. انا طاير لكن علشان مش لاقي الارض.